ما نعرفه عن كأس العالم أنه الجائزة التي تمنح للفائزين، إنها جائزة من الذهب الخالص في كل دورة تنعقد كل 4 سنوات. ومنذ بداية كأس العالم في عام 1930 كانوا قد اعتمدوا جائزتين مختلفتين، الأولى باسم جول ريميه والتي اعتمدت منذ عام 1930 وحتى عام 1970. وكأس العالم الحالية التي تعود للفيفا يعود تاريخها منذ كأس العالم عام 1974 والتي نعرفها بشكلها الحالي حتى يومنا هذا. الكأس الأولى الأصلية كانت الكأس التي تمنح للفائزين منذ بداية البطولة عام 1930، وكان يسمى بكأس النصر، ولكنه كان يعرف باسم كأس العالم حتى سميت بشكل رسمي عام 1946 بكأس جول ريميه، تخليداً لذكرى رئيس الفيفا في ذلك الوقت ومؤسس المسابقة جول ريميه، والذي قدم الكأس ليمنح للفائزين، وكان مكون من الفضة الخالصة المطلية بالذهب بقاعدة من اللازورد الأزرق، ويبلغ طولها حوالي 35 سنتيمتر وتزن حوالي 3.8 كيلوغرام، قائمة على قاعدة كأس مثمن الزوايا، وفوقها تمثال الآلهة نايك أو نايكي، آلهة النصر لدى الإغريق. وقد سلم هذا الكأس لدولة الأوروغواي التي كانت تستضيف الحدث الكبير، كما أنها توجت كبطلة بالكأس حين فاز منتخبها بالبطولة. بينما الكأس الحالية التي نعرفها بشكلها الحالي أدخلت البطولات في كأس العالم في نسخة عام 1974، كما وأيضاً تحفر أسماء الدول التي تفوز بالمسابقة على قاعدة الكأس من هذه السنة، كما أنه لا يمكن رؤيتهم بالعين المجردة وتنقش الأسماء بشكل أفقي. وبالنسبة لهذه الجائزة لا يمكن منحها عكس السابقة بشكل قطعي للمنتخب الفائز. وإضافة لهذا وخلافاً للاعتقاد العام، الفريق المتوج بالكأس يتلقى الكأس الأصلية أثناء مراسيم تتويجهم بالبطولة في الاستاد، ولكن لا يحتفلون بها خلال 4 سنوات القادمة ولا حتى للأبد، أو حتى كما مال الاعتقاد لدى كثير منا، ولكنهم يمكنهم الاحتفاظ بنسخة منها وتعود مجدداً في المرة القادمة من كأس العالم خلال رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم أو أي شخص، أي الذي يقوم بتسليمها للبلد الفائز. ليست سويسرا هي البلد الوحيد الذي يقع فيه مقر الفيفا، كما يوجد أيضاً مصنع مختص لصناعة نسخ كأس العالم، حيث يعمل 10 عمال بداخل هذا المصنع، وظيفتهم صنع نسخة طبق الأصل من النسخة الذهبية لكأس العالم. وفيما بعد من المراحل يأتي كأس العالم الأصلية إلى هنا ليقوم ببعض المعالجات والتنظيف له، وحتى تنتهي مراحل الإعداد ترى أمامك نسخة طبق الأصل من كأس العالم، وتزن حوالي 6.155 كيلو، ولكن ليس من الذهب الخالص كما تظنون، ولكن من البرونز المطلي بالذهب، ولا يستخدم إلا 20 جرام من الذهب لتلميع الكأس بشكل نقي تماماً، وقاعدة من الأخضر مصنوعة من الميلكيت، وهي نوع من أنواع الحجارة الكريمة، ولكنها أقل قيمة من القاعدة الأصلية بكل تأكيد، فيما تزن النسخة الأصلية من الكأس 6 كيلو من ذهب 18 قراض. وهذا ما يعني بعبارات أخرى أن الجائزة الأصلية مصنوعة بنسبة 75% من الذهب الخالص، وتحفظ في مكان محصن في مقر الفيفا. كما يبدو شكل الكأس كيدان تحملان كوكب الأرض، وتصل قيمتها إلى حوالي 250,000 دولار. في حال حاولنا فتح كأس العالم بمنشار كهربائي لن نجد بداخله غير 6 كيلوغرام من البرونز، وهذا يعني بأن كأس العالم التي يحصل عليها المنتخب الفائز ليس الأصل، ولكنه مجرد نسخة طبق الأصل عنه مصنوع من البرونز ومطلي بحوالي 20 جرام من الذهب. أخبرني يا صديقي هنا بالأسفل حول أي من هذه المعلومات التي لم تكن تعرفها من قبل حول كأس العالم. بالنسبة إلي بكل صدق كنت أظن أن الفريق الفائز يحتفظ بالجائزة للأبد، واليوم فهمت أنه يعاد مجدداً للفيفا وأنه من البرونز الخالص، بعد أن كنت أظن أنها جائزة ذهبية بالكامل، ولم أكن أعلم أن داخله فقط ليس سوى كومة من معدن البرونز. أنتظر تعليقك بالأسفل، وأيضاً بكل تأكيد لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك كل جديد من قناة متع ذهنك. إلى اللقاء في فيديو قادم.